عايز اسال سؤال، هو اذا كان ايهاب طلعت انا الراجل ده كان علاقته بمين؟ الراجل ده كان عضو مجلس اداره في اتحاد الكره، يعني صاحب كل الناس الموجوده دي هنا، واخد بالك؟ انما مش كفايه انه يبقى صاحب، ما تم كل القنوات الفضائيه كلهم اصحابنا واحنا واقفين معاهم ومساندينهم ومساندين التلفزيون المصري ولنا مستحقات هنا ولنا مستحقات هنا، عايزين المركب تمشي، ما عندناش مشكله في انما الراجل يعني انت عارف ان هو اولا ما حدش يعرف تم البيع بكام، تم البيع ب 10 مليون جنيه اللي هو البث الفضائي والاعلانات. فالنهارده قلنا لحد اخر يوم اللي عايز يروح يروح يشتري، هو هيشتري مني، ما هيروح يشتري من الاتحاد القطري، انما هو طبعا هم الناس هنا هم مش عايزين يشتروا، انما لو عايز يشتري هيروح ويحارب ويقابل. طب كان سفير ليه ما عملش مؤتمر صحفي واعلنت فيه؟ انا ما اتكلمش، انا وشغلتي اعمل مؤتمر صحفي وانا بسوق، انا بسوق لقطر ليش علاقه بالموضوع. طب اللي عامل المشكله دي يا كابتن سمير اعضاء مجلس اداره؟ والله طب ليه ترد عليهم تقول لهم؟ هقول لهم ان شاء الله ان الدنيا هتهدى وهنقعد على الترابيزه وهيروا التقرير وهيعرفوا ان احنا اللي حصل في مباراه البرازيل ده حاجه غير مسبوقه من مجيء من وجوه. يا جماعه لو المباراه بتتلعب في مصر حاجة تانية خالص، احنا البث الفضائي يبقى بتاعنا، يبقى نجيب الناس بتوع الفضائيات تعالوا كلكم زي ما بنعمل كل مرة، كل واحد يدفع كام ويلا روحوا زيعوا. انما استنى بس، انما اللي بره مش حقنا، ده حق الناس التانية. اللي حصل ده طبعا ما هوش في حق اتحاد الكرة كويس، ولا في حق مصر كويس، ولا في حق المصريين كويس. وانت لا تتصور ان احنا واحنا هناك المصريين زعلانين قد ايه من المعالجة التي تمت من خلال الفضائيات والقنوات المصرية في اسم مصر. في تحيل اعضاء مجلس اداره؟ لا 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 تحيل لا لا, لا.